أزيج سنة الموند ميزاني زرما إن شاء الله تكونوا قاعد بها فرنس فلوكس، قناة مختصة في كل أنواع الهجرة حول العالم. فيديو اليوم سوف أشرح لكم الدعوات التي تم إرسالها في موقع برنامج أريما للهجرة إلى مقاطعة كيبك الكندية. هنا الشرح كامل على هذا الموضوع في الموقع الرسمي التابع لحكومة مقاطعة كيبك الكندية. مشاهدة مفيدة للجميع. هذا هو الموقع الرسمي التابع لحكومة مقاطعة كيبك، سوف أترك لكم رابط الموقع مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. إذن لدينا دعوات 25 جانفي 2024، ودعوات 8 فبراير 2024، ودعوات 22 فبراير 2024، ودعوات 7 مارس 2024. سوف أدخل إلى دعوات 25 جانفي 2024، سأضغط هكذا، سأترجم لكم الصفحة لتفهموا جيدا. هنا دعا وزير الهجرة والفرنسية والاندماج 1007 شخص لتقديم طلب للإقامة الدائمة. هنا وقت إرسال الدعوات، وكانت هذه الدعوات موجهة للأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير التالية. هنا لديهم عرض عمل معتمد خارج من أراضي مجتمع مونتريال، وأيضا لديهم المستوى 7 في اللغة الفرنسية، وهذه هي قائمة المهن المطلوبة. وتحصلوا على دعوة، لدينا مثلا مدير أنظمة الكمبيوتر، مهندسين مدنيين، مثلا مهندس تعدين، مثلا المبرمجين تقني وفني والهندسة المدنية مع CMP، أيضا فني شبكات الحاسوب، أيضا معلمين في المرحلة الثانوية. وتحصلوا أيضا ما يساوي أو يزيد عن 615 نقطة. هنا سوف أدخل إلى دعوة فبراير 2024. هنا تم دعوة 1034 شخص من طرف وزير الهجرة والفرنسية والاندماج لتقديم طلب للإقامة الدائمة. هنا تاريخ إرسال الدعوات، الساعة في بنك أريما، وكانت الدعوات تنطبق للأشخاص الذين لديهم هذه المعايير، كانت لديهم معرفة باللغة الفرنسية المستوى 7 أو أكثر، وتحصلوا على ما يساوي أو أزيد عن 613 نقطة. وأيضا تم إرسال هذه الدعوات للأشخاص الذين لديهم معرفة أيضا باللغة الفرنسية المستوى 7 أو أكثر، هنا المهارات الشفهية، وأيضا لديهم عرض عمل معتمد خارج أراضي مجتمع مونتريال. ولدينا هذه الدعوات أيضا في نفس الشهر فبراير، تم دعوة 1007 من طرف وزير الهجرة والفرنسية والاندماج لتقديم طلب للإقامة الدائمة. هنا تاريخ ووقت إرسال الدعوات، هنا الساعة في بنك أريما. وأيضا كانت هذه الدعوات موجهة للأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير التالية، دائما الأشخاص الذين لديهم معرفة باللغة الفرنسية المستوى 7 أو أكثر في كل من المهارات الشفهية، وأيضا الأشخاص الذين تحصلوا على ما يساوي أو يزيد عن 608 نقطة. وأيضا تم إرسال هذه الدعوات للأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير التالية، دائما لديهم معرفة باللغة الفرنسية المستوى 7 أو أكثر في كل من المهارات الشفهية، وأيضا كان لديهم عرض عمل معتمد من خارج أراضي مجتمع مونتريال. أخيرا لدينا دعوات مارس، هنا عدد الدعوات، دعوة وزير الهجرة والفرنسية والاندماج 1136 شخص لتقديم طلب للإقامة الدائمة. هنا تاريخ ووقت إرسال الدعوات في بنك أريما، أيضا الساعة. وكانت هذه الدعوات موجهة للأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير التالية، كانت لديهم معرفة باللغة الفرنسية المستوى 7 أو أكثر في كل من المهارات الشفهية، كما تشاهدون هنا امتحان اللغة الفرنسية مطلوب، وتحصلوا أيضا ما يساوي أو أزيد عن 603 نقطة. وأيضا كانت هذه الدعوات موجهة للأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير التالية، دائما لديهم مستوى في اللغة الفرنسية 7 أو أكثر في المهارات الشفهية، وأيضا كان لديهم عرض عمل معتمد من خارج أراضي مجتمع مونتريال. إذن هذا كل شيء فيما يخص موضوع فيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الشرح. لايك، بارتاج، اشتراك في قناة فيرنس بلوكس تشجيعا لمواصلة العمل. شكرا على المشاهدة وحظ موفق للجميع.